على فكرة دي جالجر ده طبعا حكم انجليزي عالمي وعنده خبرات كبيرة جدا جدا، بيقول لك هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي صحيح بنسبة 100%، وهو الراجل بيقول لك انا مش مصدق ان الحكم قام بإلغاء هذا الهدف. عايزين نقول ان يعني الحكام الدولية، ويمكن الكلام ده قلناه في البيت الكبير قبل هو حتى ما يطلع بالتويتة ديت، احنا قلنا لو هذا الهدف في اي دوري عالمي وخاصة الدوري الانجليزي كانت حسب هدف بنسبة 100%، وده جلجر النهاردة بيأكده بشكل كبير. نرجع لخطاب النادي الأهلي، إن هو بيقول إن إحنا يعني مش عايزين الأخطاء دي تتكرر، عايزين المسابقة تمشي في شكل بروفيشنال، بشكل احترافي، لكن نتائج بعض المباريات بتتأثر بشكل مباشر، زي ما اتكلمنا مباراة وادي دجلة، مباراة البنك الأهلي اللي كان فيها أخطاء يعني غير مقبولة سواء من حكم الساحة أو من حكم الفار. طبعا هو ده كل ده دفع النادي الاهلي لهذه المخاطبه العاجله حرصا على مبدا تكافؤ الفرص. كمان النادي الاهلي بيطالب مسؤول اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره بضروره كمان التدخل لاعاده الامور الى نصابها الطبيعي، بايقاف الاخطاء التحكيميه، تطبيق معايير ثابته على الجميع، ضمان استكمال بطوله الدوري في اجواء رياضيه بعيده عن الشحن الجماهيري. طبعا كل ده وسط معايير راسخه للعداله والشفافيه بين جميع الانديه المتنافسه. الحقيقه الكلام ده طبيعي وهادف وما فيهوش اي حاجه يعني من وجهه نظري انها ممكن تكون يعني النادي الاهلي بيدافع عن حقوق، ده حق مشروع للنادي الاهلي، لكن كمان على مستوى المصلحه العامه النادي الاهلي بيحافظ على كيان البطوله، استمرارها بشكل جيد جدا. الحكم يا جماعه والتحكيم منظومه اساسيه. كمان بيتكلم النادي الاهلي عن نقطه مهمه جدا، ان الاخطاء التحكيميه بتسبب نوع من انواع الشغب ونوع من انواع التعصب الجماهيري، يعني الجميع يعني انك تلغي هدف لايمن اشرف وتحسب نفس الهدف للاعب تاني مع فريق منافس، ده علامة استفهام كبيرة جدا جدا. هي دي المعايير اللي بيتكلم عليها النادي الاهلي، ان لازم يا جماعة اللي يطبق على فلان بنفس نفس المقياس يطبق على الغير، ما بنتكلمش على اهلي وزمالك بس، بنتكلم على كل الفرق في الدوري، ده المقياس الحقيقي للتحكيم البروفيشنال.